الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية مسجلة 218 مليون دولار. وذكرت مصادر صحفية أن مزاد البنك المركزي لبيع وشراء الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 3.81 لتصل إلى 218 مليونا و422 ألفا و159 دولارا، تم تغطيتها بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي حيث بلغت المبيعات نحو 211 مليون دولار. أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداول 63 مليار سهم بقيمة مالية تجاوز 63 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي. وقال السوق أن عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 47 شركة مساهمة، بينما لم يتم تداول أسهم 38 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، كما يستمر توقف 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. قال صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة بي بي بلس ستمتلك حصة بريتش بتروليوم في حقل الرميل النفطي العملاق، أحد أكبر حقول النفط في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بشكل مشترك لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، أحد شركاء الشركة البريطانية في الموقع، لافتة إلى أن الكيان الجديد سيحتفظ بديونه الخاصة منفصلة عن شركة بريتش بتروليوم. وتابعت أنه سيكون التحول المحتمل أهمية خاصة لشركة بريتش بتروليوم بسبب تاريخها في العراق، حيث كانت الشركة أول شركة نفط دولية تعود إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي. كشف مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الأنبار قطر العبيدي عن وجود أكثر من 40 من مساحة المناطق الغربية غير مستغلة من قبل وزارة الزراعة. وقال العبيدي إن المناطق الغربية تمتلك مساحات واسعة من الأراضي غير مستغلة من قبل وزارة الزراعة، متهماً الحكومة بعدم إعداد خطة لزراعتها عبر تأمين دعم الفلاحين أو عرضها كفرص استثمارية، رغم إبداء عدد من الدول رغبتها في إقامة مشاريع استثمارية في المناطق الغربية لتحسين الواقع الزراعي. قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إنه من المتوقع طرح أسهم 4 شركات جديدة بالبورصة خلال النصف الثاني من العام، وذلك في قطاعات الصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت الأسبوع الماضي مهلة 6 أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مصري حكومي، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام. وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ عام 2006، وهو جزء من برنامج لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية أعلن عنه قبل عدة سنوات لكن واجه تأجيلات متكررة. قالت وزارة التجارة الصينية إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني بلغ 481 مليار يوان، أي ما يعادل 75 مليارا و300 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وأضافت الوزارة أن الحجم المسجل ارتفع بنسبة 30.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وخلال الفترة ما بين شهري كانون الثاني وأيار الماضيين ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بنسبة 54%، بينما ارتفعت استثمارات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان والاتحاد الأوروبي بنسبتي 56% و16.8% على التوالي. إلى اللقاء.